لنقاش وتحليل آخر مستجدات ثورة تشرين لنهاري اليوم، يحضر معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم. مساء الخير. مساء الخير لمشاهديكم الكرام. كما يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف من مال معض والتحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بك سيد لبيد. ونبدأ بسؤال مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ نظير، بعد هذه المجزرة التي شهدتها الناصرية صباح اليوم، كيف يمكن تقييم هذا القمع والدموية الذي اختارت أن تنتهجه القوات الحكومية والميليشيات؟ يعني الحقيقة ما نراه يعني ليلة البارحة واليوم يدلل على أن فعلا هذا النظام كما كنا نتوقع بأنه سيتخذ طريق الحلول العسكرية والحلول استخدام العنف كوسيلة أو محاولة لتقزيم هذه التظاهرات أو تحجيمها أو محاولة لفضها. لذلك هو كان يعني إحدى الوسائل التي اتخذها بتعيين حكام عسكريين على المحافظات المنتفضة، وكان هذا يعني ما أسفر عليه بقتلى العشرات من القتلى والمئات من الجرحى نتيجة هذا يعني التوجه العنيف اتجاه المتظاهرين. وأنا أرى يعني أحاول أربط ما بين هذا العدد الكبير خلال ليلة البارحة واليوم من عدد الشهداء وعدد الجرحى، يرتبط ارتباط مباشر بما حدث للقنصلية الإيرانية في النجف. يعني الآن وكأنما ثأرا لأسيادهم في إيران ولتضرر هذه القنصلية بدأوا يصبون جام غضبهم على المتظاهرين ويحاولون أن يقتلون أكبر عدد من هؤلاء المتظاهرين، عسى أن يعني يكسرون إرادة هذا المتظاهر ويكسرون إرادة أن هذا المتظاهر خرج لكي يقول لا للتواجد الإيراني، لا للنفوذ الإيراني. ويعني مهاجمة القنصلية هو تعبير واضح من هؤلاء المتظاهرين بأننا لا نريد للإيرانيين أن يتحكموا بهذا البلد. وبما أن هذا النظام وكل مؤسساته وكل ميليشياته هم مرتبطين بالنظام الإيراني، فيعز عليهم أنهم يهاجمون القنصلية. لذلك نرى هذا الانتقام من الشباب المنتفض. لكنه انتقام يعني لافت للانتباه بحجم الجريمة أستاذ نظير. وهنا أتوجه بالسؤال لضيفنا من مالمو عبر الخط الهاتفي السيد لبيد الصميدعي. شهود العيان الذين أفادوا أن الاستهداف كان في منطقتي الرقبة والرأس يدلل على حجم الجريمة المرتكبة بحق هؤلاء المتظاهرين الذين وصلت أعدادهم إلى عشرات من الشهداء ومئات الجرحى، كما أفدنا قبل قليل من شيخ عشيرة البدور. كيف تعقبون على هذه المجزرة وهذا الاستهداف الذي جاء من أعلى المستويات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم أحر التعازي إلى ذوي الشهداء في الناصرية في المقدمة وفي النجف وفي بغداد. بالأمس ارتكبت مجزرة دموية شنيعة بحق المتظاهرين العزل السلميين، والذي حدث بالحقيقة الذي حدث منذ الأمس هو بالحقيقة منعطف في أسلوب التعامل الحكومي الرسمي مع المتظاهرين. والحكومة المجرمة تحاكي بهذه الطريقة، تحاكي الطريقة الإيرانية، السيناريو الإيراني في تعاملهم مع المتظاهرين. نعلم قبل أسبوع ارتكبت إيران، النظام الإيراني ارتكب والحرس الثوري جريمة دموية راح ضحيتها أكثر من 1000 متظاهر في إيران. وإيران اليوم ومنذ ذلك الوقت وخصوصا اليوم تتبجح وتتباهى أمام الأمريكان بأنها استطاعت خلال 48 ساعة فقط أن تقمع المظاهرات التي عمت أكثر من 40 بديلة إيرانية. يبدو أن الحكومة تعبت أو تسير على النهج الإيراني الدموي في قمع المتظاهرين، وارتكبت هذه الجريمة بناء على تنفيذا لأوامر قاسم سليماني، لأنه كما نعلم قاسم سليماني قبل يومين أصدر أمرا إلى عادل عبد المهدي بأنه إذا لم يتم قمع المظاهرات وإنهائها قبل يوم الأحد القادم ستتوجه وحدات من الحرس الثوري الإيراني بصفة زوار إلى المراقد في النجف وفي كربلاء وفي الكاظمية، وتتولى هي بنفسها عملية قمع المظاهرات. لذلك تتسابق مع الزمن الحكومة، وأعتقد أنها الجريمة التي ارتكبت منذ فجر اليوم ستتكرر في عدة مدن أخرى
في الديوانية وفي البصرة وفي بغداد وفي كل المدن السائرة. ستبقى معنا أستاذ لبيد، نعود إليكم أستاذ نظير. كل هذه الجرائم التي ارتكبت سواء في النجف أو الناصرية وقبلها في بغداد تزامنت مع تصريحات أخيرة لأبو مهدي المهندس الذي عاد من جديد للظهور ويتحدث عن أن ميليشيا الحشد أصبحت تابعة اليوم لمرجعية النجف. كيف يفسر وكيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح في هذا الوقت بالذات بعد سفك كل هذه الدماء؟ نعم، أنا سمعت هذا التصريح وأظن هذه يعني دلالة على أن المرحلة الآن التي وصل النظام وصل إلى مرحلة تهديد هذا النظام وإسقاطه، وبالتالي فإن ميليشيات هذا الحشد هي أصلا بالأصل تم تشكيلها لصيانة هذا النظام والحفاظ عليه من السقوط. لذلك الآن ربما سنشهد المرحلة المقبلة أن يكون لهذا الحشد الشعبي دور فاعل في يعني قمع الجماهير وفي قتاله للمنتفضين، واستعمل نفس الحجج التي تم التدخل فيها في سوريا. في سوريا كانت حجة حزب الله للدخول في يعني إسناد النظام السوري، وكذلك حجج الميليشيات العراقية عندما ذهبت لإسناد النظام السوري ضد شعبه بأنهم يريدون حماية المراقد الإسلامية والعتبات الإسلامية وشيء من هذا القبيل. والآن نفس اللهجة يقولون أن نحن نريد أن نحمي العتبات الإسلامية التي موجودة في كربلاء والنجف، بل أن قائد أحد الميليشيات اللي هي ميليشيا العباس أو بهذا الاسم طلب من السيستاني بأن يسمح له بأن يحمي بيت السيستاني من الاعتداء، بل الآن أبو مهدي المهندس يجعل من نفسه بإمرة المرجعية. وأنا أقول لو كانت المرجعية كما تدعي بأنها مع صف المتظاهرين ومع مطالبهم لأنكرت عليهم هذه التصريحات ولرفعت إيدها من هذه الميليشيات، وإلا فمعناها أن إذا لم تستنكر هذا الكلام، كلام أبو مهدي المهندس وكلام قائد هذه الميليشيا، فمعناه أن هذه المرجعية هي في صف النظام قلبا وقالبا، وهي من تحميه وهي من تفتي من أجل بقاء هذا النظام. وإلا ما الذي يجعلها هي على رأس يعني ميليشيا مثل ميليشيا الحشد التي هي معروفة باضطهادها للجماهير العراقية؟ لكن ذلك هل سيعني أن ميليشيا الحشد ستخرج من الجيش القوات الحكومية التي انضمت إليها مؤخرا وأصبحت تحسب عليها؟ يعني هي هذه الميليشيا هي بالأساس هي ميليشيا غير رسمية، إنما هي عصابات خارج عن القانون. تجدها يوم تدعي بأنها هي جزء من القوات المسلحة، ويوم الآن تجعل نفسها بقيادة المرجعية. أنا لا أعرف ما العلاقة ما بين مرجعية دينية تفتي في أمور الدين وما بين عصابات مسلحة تمتهن القتل والإرهاب، يعني ما هو الرابط الذي يربط الاثنين؟ هذا يدل على أن هذه الميليشيات هي مجرد عصابات يتم زجها في مصلحة يعني مصلحة مؤقتة معينة لشيء ما، والآن المصلحة تقتضي بحماية هذا النظام من السقوط. حقيقة عادل عبد المهدي قالها بصراحة، قال نحن نستخدم العنف لحماية النظام، فمعناها أن عادل عبد المهدي يقر بأن المرحلة الحالية هي مرحلة ربما تهدد في سقوط هذا النظام. ولحماية هذا النظام على ما يبدو أنه لابد من ارتكاب المجازر. دعني أتحول هنا بالسؤال لضيفنا السيد لبيد. ارتكاب المجازر بشكل واضح كما قالت اللجنة المنظمة للثورة، مجازر تربط حدوثها مع استلام الفريق جميل الشمري الملف الأمني للناصرية على سبيل المثال، هل كان تعيينه مقصودا برأيكم؟ جميل الشمري ما هو إلا واحد من الأدوات التي يستخدمها النظام لقمع المتظاهرين، والنظام سارع إلى استبدال جميل الشمري بسعد حربية، وسعد حربية من أهالي الناصرية كما نعلم. جميل الشمري هو بالحقيقة من أهالي الديوانية، وبالمناسبة بيته الآن في الديوانية محاصر من قبل ثوار الديوانية، ومديرية الشرطة في الناصرية أيضا محاصرة من قبل ثوار الناصرية لأنهم يطالبون بتسليمه، يعتقدون أنه موجود في مركز الشرطة، والطريق الدولي بين الناصرية وبغداد أيضا مقطوع من قبل العشائر لأنهم يريدون أن يريدون أن يستلموا جميل الشمري. جميل الشمري يجب أن يقدم للمحاكمة الميدانية أمام الشعب،
ويجب أن تشكل محكمة من قضاة عدول يعينون من خارج منظومة القضاء الفاسد الذي هو فاسد مثل فساد أي سلطات الدولة كلها، سواء كان جميل الشمري أو سعد حربية وأي أي فريق آخر. الحكومة حاليا كما نعلم أصبح حكم عسكري في المحافظات، بدأ بالناصرية وامتد إلى الديوانية، واليوم في النجف قبل قليل تم تعيين حاكم عسكري جديد أيضا. هذه أدوات قمعية بالحقيقة، هذا يؤكد بأن الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ الإعازات الصادرة من قبل السيد الإيراني وأداتها وآمرها قاسم سليماني. هذا المسلسل سواء استبدلوا جميل الشمري بغيره، هذه عملية تبديل تبادل الأدوار. عادل عبد المهدي يحاول أن يرمم سمعته من قبل الادعاء بأنه يحيل المجرمين إلى المحاكمة وتشكيل لجنة، ونحن نعرف بأن عملية التسويف هذه عملية أزلية وعملية أبدية لن تثمر عن نتيجة. كل ما ينبغي أن يفعله عادل عبد المهدي ورهط الفاسدين المجرمين النصابين في المنطقة الخضراء هو أن يرحلوا قبل أن يسحلوا، لأن الجماهير لا لن تغفر لهم. مجزرة اليوم هي بالحقيقة تكرار لمجازر كبيرة وستتكرر في المستقبل مثل هذه المجازر الدموية، والشعب العراقي لا يمكن أن يغفر لهؤلاء المجرمين. بلغ أكثر من 500 شهيد وأكثر من وحوالي 10,000 جريح، والبلد يستنزف، وهؤلاء المجرمون يضحكون على عقول الناس، يحاولون أن يمتصوا نقمة الناس بمثل هذه القرارات. قرارات مرة يستبدلون واحد، مرة يعينون واحد، مرة يدعون بأنهم سيعاقبون واحد آخر. هذا لا ينفع، لن ينفع في هذا السياق. أستاذ لبيد ابقى معنا في هذا السياق. أستاذ نظير، ما جدوى إقالة جميل الشمري بعد ارتكاب هذه المجزرة بهذه الحصيلة الثقيلة؟ يعني أنا ما أرى أنها لا تختلف عن ما ذكر الضيف الكريم لبيد الصميدي، أنه هي عملية امتصاص للغضبة الجماهيرية وتبديل وجوه، فهم لا يعجزون عن استبدال القائد بعد ارتكابه لأي جريمة بعشرات المرات، لكن المبدأ واحد وهو لغة الحديد والنار يستخدموها. لكن من يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين؟ نعم، هذا إذا تمت إقالته فقط. نعم، هذا لا يعفي القائد العام للقوات المسلحة والذي هو الآن هو عادل عبد المهدي. كل الجرائم التي حدثت من بداية الانتفاضة ولحد الآن هو يتحملها بشكل رسمي. يعني وأنا يعني لا يعني مستغرب جدا من هذا الصمت الدولي. يعني إذا حدث زلزال في بلد ما وسقط قتلى اثنين أو ثلاثة، تجد برقيات التعزية وبرقيات المساندة وإرسال المساعدات لذلك البلد المنكوب، بينما نحن القتلى بالعشرات يوميا والجرحى بالمئات. مع ذلك لا تجد رئيس دولة ولا تجد دولة تتعاطف مع الشعب العراقي. يعني أنا لا أعرف لماذا العراق مستثنى من هذا التعاطف، يعني لماذا يتم هكذا إهمال الدماء العراقية. لكن أنا وصيتي إلى شعبنا المنتفض سواء في المحافظات الجنوبية والوسط أو حتى في كل المحافظات العراقية، أن يعملوا على طرد أي قوة عسكرية تابعة للدولة من المدن، وبدورهم يعني هؤلاء الشباب المنتفض والعشائر المنتفضة أن تقوم بتشكيل لجان لحفظ الأمن في تلك المناطق، وإلى حالة الوصول أن تكون هذه المدن محررة من سلطة النظام، هكذا تدريجيا إلى أن يصلوا إلى مرحلة إسقاط النظام. وإلا فإن المجازر والدم سوف يسيل إلى لا نعلم إلى أي مدى. لذلك على العشائر أن تأخذ دورها في هذه المرحلة. نعم، ربما هذا ما حصل مع عشيرتي البدور والغزي اللتين انضمتا إلى المعتصمين. سنستفسر من السيد لبيد إلى أي مدى يصعد هذا من زخم الثورة في الناصرية من ناحية، ويحافظ على أيضا دماء أبناء هذه العشائر المسفوكة للأسف على يد القوات الحكومية والميليشيات. طبعا رد فعل العشائر هو رد فعل طبيعي الحقيقة، وهذا يعبر عن شهامتهم ونشميتهم. العشائر يجب أن تحمي المتظاهرين، لأنه المتظاهرين هم بالحقيقة من صلب العشائر، وهذا رد الفعل هو بالحقيقة رد فعل طبيعي، لأن الذي يحدث أمامهم هو قوة مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة مقابل متظاهرين سلميين
عزل لا يملكون الا صدورهم، يواجهون الرصاص الحي بصدورهم، فمن الطبيعي ان تنزل العشائر من اجل حمايه. يخطئ يعتقد بان المظاهرات تحولت الى مظاهرات مسلحه، العشائر يحملون بنادق من النوع القديم مثل البرنو، وقليل منهم يحملون كلاشينكوف، وهذه هي ابسط الشروط او ابسط قطع السلاح التي توفر حمايه حدا ادنى من الحمايه للمتظاهرين، المتظاهرون ومعهم العشائر في حاله دفاع. والعشائر بالمناسبه خصوصا من الناصريه ومن الجبايش ومن سوق الشيوخ قرروا ان يتم عزل الناصريه والمحافظه كلها، عزلها عن القوات الحكوميه، والان يعملون على منع القوات الجديده القادمه من بغداد الى منعها من الدخول للناصريه. وبعكس ذلك تقوم الحكومه باستخدام قوات من البصره، الان وردت اخبار بان عبد المهدي يستخدم قوات البصره من اجل تعزيز القوات التي ارسلها الى الناصريه، ما يؤكد بان عبد المهدي كذاب ومدلس ويقوم بالقول، يقوم يدعي بانه سيعاقب من ارتكبوا المجزره، وعلى الارض وبالفعل يقوم بتعزيز القوات من اجل نشرها ومن اجل نشر الجريمه وسفك الدماء في محافظه الناصريه وغيرها من محافظات الجنوب. اذا كان صادقا عليه ان يصدر امرا بحل الميليشيات، لان الميليشيات بالحقيقه هي من يدعم، هي من تقف في مقدمه القوات العسكريه والامنيه التي تتصدى للمتظاهرين، ان يصدر قرارا فوريا بحل الميليشيات وكذلك بحل الاحزاب، لان الجنوب كله والعراق كله متذمر من وجود هذه الاحزاب وهذه الميليشيات، لانها اصبحت بكل وضوح أدوات قمعية تستخدمها إيران من خلال أوامر يصدرها قاسم سليماني لعبد المهدي ورهطه، وهم يذعنون لكل أوامر تأتي إليهم من السيد الإيراني. أستاذ نظير، كانت منظمة عفو الدولية كمنظمة غير حكومية طالبت اليوم من الحكومة في بغداد بالتوقف عن قتل المتظاهرين، إلى أي مدى ستصغي الحكومة في بغداد لمثل هذه المنظمات غير الحكومية التي تواصل نشر تقاريرها عن قتل المتظاهرين السلميين واستهدافهم؟ نعم، يعني وأنا أقول لك، منذ متى كان هذا النظام يرتعوي أو يستجيب للنداءات التي تأتيه من المنظمات الحقوقية أو الإنسانية في العالم؟ على طول الخط كان هناك عدم استجابة للمناشدات أو المطالب التي تقوم بها تلك المنظمات، ولكن ما على هذه المنظمات أن تستمر في كشف هذا الظلم الذي يقع على العراقيين وفضحه أمام العالم، والوصول إلى الدول الفاعلة التي تستطيع أن تتخذ قرار بإزالة شرعية هذا النظام. لكن أنا ما أقول، يبقى الثقل الأكبر هو على الشعب العراقي، هو من سيحدد مصيره وهو من سيرسم الخارطة إلى الوصول إلى مستقبله. أنا ما أقول أن الشعب العراقي عليه وفي ظل هذا التصعيد العنيف ضد المتظاهرين أن يخرجوا غدا بالموعد الذي ضربته اللجنة المنظمة للتظاهرات تحت شعار نازلين نسحب شرعيتكم. هم يتبجحون بأن هذه الحكومة جاءت عبر انتخابات، والجميع يعلم أنها انتخابات مزورة، وهؤلاء زورا يمثلون الشعب العراقي، هم لا يمثلون الشعب العراقي. لكن عندما تخرج الملايين من العراقيين بالتظاهر وترفع شعار بأننا نسحب هذه الشرعية من هذا النظام، يصبح بالتالي النظام غير شرعي، وكل قوات المسلحة ستكون غير شرعية وستكون عبارة عن عصابات، وبالتالي يجب إخراجها من المدن. وعلى الشعب العراقي بعد ذلك أن ينظم نفسه ويحافظ على مدنه لحفظ دماء هؤلاء العراقيين، هذا ما يتوجب عليه فعله العراقيين غدا تحت شعار نازلين ناخذ شرعيتكم. شكرا لك سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كما نشكر ضيفنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصوميطعي.